في البدايات برحب بيكم جميعا ايا كان بتتفرج عليا من اي مكان في العالم، خاصة عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي نجوم اسود الاطلس. يا سادة يا كرام، اتمنى قبل الدخول في التفاصيل تدعمني وتشرفني وتنورني وتشجعني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا بينا الى تفاصيل الحلقة. ناري تاريخي اسطوري يا ابن المغرب يا عظيم، رسميا حكيم زياش وامام الملايين يعلنها مدوية. ساكون غدا في المغرب وقررت العودة لتحقيق البطولات والانجازات رفقة ابناء بلدي، رفقة منتخب بلادي. هذا تصريح تاريخي يرد على المزايدين على حب زياش لام المغرب. يا سادة يا كرام، حكيم زياش يعلن بأنه سيتواجد غدا في البلاد المغربية العظيمة وسيعود، ويأمل زياش بأن الجمهور المغربي ينتظره لأنه يشتاق لرؤية الجمهور المغربي العظيم. وكذلك أكد حكيم زياش بأنه قرر العودة إلى المنتخب المغربي في المونديال حتى لو خليلوزيتش بقى. زياش أعلن عودتي، كم حبك للمغرب وللمغرب يا ابن المغرب يا عظيم. زياش وعد المغاربة أيضا بتحقيق كل أحلامهم، تحقيق الإنجازات، تحقيق البطولات، تحقيق كل شيء للكرة المغربية في القادم. الجدير بالذكر أن كانتي، إدوارد كامافينجا، كيليان امبابي، أشرف حكيمي كلهم يتواجدون حاليا في المغرب، وسينضم إليهم غدا ساحر مغربي اسمه حكيم زياش.